أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز للنساء الركوب مع ما يسمونه بسيارات الليموزين، علما أنهن أكثر من امرأة واحدة، ويكون ذلك داخل المدينة بدون محرم؟ نعم، إذا كنا جماعة مع السائق الليموزين أو غيره، والسائق ما هو محل تهمة، السائق ما هو محل تهمة، ما ضبط عليه شيء ولا عرف عنه شيء، ما هو محل تهمة، وهم جماعة من النساء وداخل البلد، لا حرج في ذلك. إنما الممنوع ركوب المرأة وحدها مع السائق، ركوب المرأة وحدها مع السائق الذي ليس محرما لها، هذا هو المحرم، لأنه خلوة ولا يجوز. نعم.